بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. وما هيئوا لي خطاب مكتوب ما قراش، نفضل نتعامل مع بعض من القلب للقلب. نبارك بالطبع هذا المنتدى اللي يقام في ظروف غالية على الجزائر، وأعتقد على شقيقة تركيا كذلك. ها احنا في سنة 60، باش نحتفل بعد أسابيع بالسنة 60 لاسترجاع سيادتنا واستقلالنا من المستعمر الغاشم. وكذلك سنة 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الشقيقتين تركيا والجزائر.